شهدت العاصمة عمان انعقاد مؤتمرا لسفراء الصناعة والاستثمار، أكد المشاركون خلاله على أهمية النهوض بالقطاع الصناعي من بعد جائحة كورونا لعودته إلى طريق النمو والازدهار. من خلال التشارك مع دول الجوار في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات. أهلا وسهلا فيكم في مؤتمر سفراء الاستثمار الدولي. احنا نظمنا المؤتمر في العاصمة عمان لما تمتلكه العاصمة عمان من أمان واستقرار كبيئة استثمارية. كنا حابين نعرف المستثمرين العراقيين تحديدا على بيئة الاستثمار الأردنية واستقطابهم للاستثمار، خصوصا بالاستثمار الصناعي، لأنه هذا الاستثمار بيفتح أبواب كبيرة للتشغيل. هدفنا الرئيسي هو تعريف العالم على شو موجودات الاستثمار في الأردن، شو الطرح الموجود، وشو المشاريع المقترحة، وشو التسهيلات اللي مقدمتها وزارة الاستثمار لأي مستثمر عربي. بلس أنه إحنا بدنا نوجه أيضاً الأنظار للعراق، لأنه استقرار العراق الاقتصادي هو من استقرار الأردن. حضر وفود كبيرة من محافظات العراقية ورؤساء هيئات الاستثمار ورجال أعمال عراقيين عندهم تطلع للاستثمار في الأردن، ومشكور طبعاً نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، حضر المدير التنفيذي لشركة تطوير المشاريع الأردنية اللي هو عطوفة عبد الفتاح الكايد، مشكورا كان معنا وسندنا، وبلاس أنه حضروا من وزارة الاستثمار أيضا وعرفوا عن المشاريع المطروحة في السوق الأردني. في الحقيقة نحن بالنيابة عن هيئة استثمار الأنبار، أتكلم بالنيابة عن رئيس هيئة استثمار الأنبار السيد مؤيد فرحان. أنا شاركت في هذا المؤتمر حقيقة بناء على الاتفاقية اللي موجودة بين البلدين. حقيقة عندنا رؤية في هذا الموضوع، حقيقة الرؤية اللي عندنا، جئنا إلى الأردن الشقيقة اولا حبينا انه نطلع على المشاريع والشركات اللي موجوده داخل المملكه الاردنيه. حقيقه الرؤيه نتمنى من الشركات الاردنيه والشركات العالميه القدوم الى السوق العراقي والمشاركه في مجال الاستثمار والصناعه والتجاره وبقيه القطاعات. حقيقة حاليا عندنا في محافظة الأنبار بلغت المشاريع في هيئة استثمار الأنبار 250 مشروع، منها السكني والصناعي والتجاري. حاليا أكثر من 60 مشروع أنجزت بالكامل، وبقية المشاريع تأتي تباعا حسب نسب الإنجاز. فجئنا للتعرف على هذه الشركات التي لها باع والتي لها خبرة في هذا المجال. اليوم العاصمة الأردنية عمان من أهم المؤتمرات، مؤتمر الصناعة والاستثمار الأول بنسخته، وجاء هذا بعد دعايات لجائحة كورونا الذي عصفت في الصناعات وبالاستثمار خصوصا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. سلطنا الأضواء على موضوع اللي هو موضوع الصناعات، كيف أنه نحل هذه المشكلة في المؤتمرات القادمة أو في المحافل القادمة، ما نتج من أزمة اقتصادية في السنتين الماضيتين، وإن شاء الله في الفترة القادمة راح يكون في حلول خصوصا في المدن الصناعية. حقيقة عندنا مدن صناعية في الأردن على أعلى مستوى بحاجة إلى ترويج أكثر، لتكون الأردن من أهم المواقع
على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم في الصناعات. والحمد لله يعني أثبتت الأردن في السنوات الأخيرة أنها بلد عندها كفاءات إلا أنها ممكن أن تتقدم في الصناعة، وهذا دليل على أنه الأردن يعني استقطبوها من أغلب الدول في مجال الصناعات والخبرات.